اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. جنب العربية انت بقى انت بقى عمو يا لو انت الاول ما يصحش معجل في حياة فرح. فرح مركزة في شغله بس. افهم من كده ان فرح ما بتمرش باي حالة حب حاليا عشان بس نطمن جمهورها. يعني الحقيقة انا عايز اقول ان مصر ما فيهاش صناعة نجم، علشان كده انا جيت وانا واثق اني هعمل فرح نجم في وقت قصير جدا. واللي انا عايز اقوله لحضرتك إن فرح مرتبطة بجمهور. إحنا معاكم هنكمل مع صوت الجميل والمخرج المبدع، تابعونا بعد الفاصل. حاضر يا حبيبتي. البودرة عاوزة، مش قادرة. ايه انت عاوزة كل حاجة كده مرة واحدة ولا ايه؟ صدقني انا حاسة نفسي هموت، مش قادرة يا نادر. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك يا روحي. ارتحت يا حبيبتي؟ انا كمان نفسي ارتاح. بحبك موت. يا سلام يا واطي يا واطي، اطلع بيها حاتم بره. اوعى عليك راجل نتن، اطلع بيها بره حاتم. يلا يا راجل هلالي. او بالشمس، وفنان مثلا على سبيل المثال يتاخر مع اعتزازي بالتزامه، بس اكو التزام عندك اخر، يا تستغني عن التزام اخر يا تلتزم صح يا ما تعطي كلمه، لان اكو فنانين دا ينتظرون، اكو ساعات عمل على المنتج محسوبه، على الفنان محسوبه، اكو نجوم كبار عيب يقعدون ينتظرون، او اقول الساعه الفلانيه انا يمكم، الساعه الفلانيه تتحول الى 4 ساعات، 3 ساعات، 5 ساعات. هذا الكلام ما يصير بالفن، الفنان الحقيقي ما تصير وياه هاي المسألة. أنا ما مجبرة أنتظر بالميك اب بالكاركتر واستمتع طاقتي والماكير يعيد ميك اب وأعيد مكياج وأرجع مرة ثانية أبدل غير أزياء وأرجع أشتغل غير كاركتر في سبيل الممثل الآخر ده يجي. هذه صعبة، هذا أنا أسميه مو بس التزام، هذا عدم احترام. حتى في الحياة الطبيعية قد ما تحترم إنسان تلتزم وياه بكلمة، قد ما تعطي وعد أو تعطي وعد لمنتج أو لزميل أو لفنان أو لإنسان اقتيادي أنت ملتزم بالكلمة اللي قلتها. قد ما تلتزم بالكلمة إذا لا تكون إنسان أو فنان. أنا عندي الالتزام، أنا كنت لعبة جمناستيك، مدربي روسي اسمه سيرجي فاردنيان علمنا معنى الالتزام. جيت أدعم راسم الله يرحمه في أول عمل مسرحي، طبعا عمو راسم هو صاحب الفضل الأكبر علي والله يرحمه بهذا اليوم، احنا خسرنا خسارة كبيرة بالفن، بس أنا أتشرف أنه أكون أول فنانة اشتغلت وياه وآخر عمل أنا وياه إله هالشكل، فهذا يضيف إلى رصيدي وإلى ذكرياتي مع والدي اللي هو راسم الجميلي الأستاذ الكبير الله يرحمه. علمني الالتزام، لما وجد عندي خصلة الالتزام أثنى عليها، ثقني كممثلة. طبعا احنا بدينا كادر كبير، بدينا آني وحسان دعدوش، هم قبلي ممكن بسنة، عدي عبد الستار، قاسم السيد، حسن علي الدبو، اللي الآن هم ما شاء الله من ألمع النجوم العراقيين،
ونعمل سوا. هؤلاء كلهم ملتزمين لأنه خريجين مدرسة الفنان الراحة راسم الجميلي. قمة الالتزام لهذا الفنان العملاق، يجي قبل الممثلين يجلس، ما يستفز، خلاص جاي. أحيانا ظروف عمل تواجهك، عندك مشهد واحد أو عندك 30 مشهد، ظروف عمل تطفئ إضاءة، تحترق مثلا لايت، هذه لا بأس، تصير ظروف عمل، انطفت كهرباء أو كذا، تقعد أنت جاي أوردر. اللي لحظة أحيانا البعض يستنفرون، هذه عملية مو بإيدك، عملية فنية معقدة، هناك آلاف الدولارات مدفوعة لتأجير اللوكيشنات، هذه من يتحملها؟ فلازم الفنان هاي ظروف عمل يتحملها. تبدر من نجوم معروفين إن الساعات طويلة جدا، لم يستنفر ولم يتعب، ما شاء الله عليه طبعا، والصحة والعمر إله. الفنان الرائع حسن حسني يصور لساعات متأخرة من الليل حتى الفجر، ما يستنفر ظروف عمل بهذا الشكل. أو إذا تلقى مخدم الممثل بصورة حقيقية فأنا ضد، يعني أنا ليش أحتكر فنان وقعد سنة كاملة حتى أنا يشتغل بالقناة الفلانية؟ أحتكر الفنان ظهر بطريقة جميلة، إحنا من وقعنا عقود احتكار ظهرنا بطريقة جميلة ومميزة، وقلت أن نظهر بكاركترات جريئة بنوعية جديدة بطريقة جديدة لم يعهدها المشاهد العراقي. صح صح صحيح. فأني عقد الاحتكار خدمني فنيا ووفر عليه جهد، خاصة الفنان العراقي. الفنان العراقي محطم، احنا لا نبالغ ونقول لا أبدا، الفنان العراقي محطم، لا يزال الفنان العراقي هو الأرقص أجرا كممثل على الكرة الأرضية، بينما عندنا طاقات كبيرة. والله هذا الكلام أنا سمعته في مصر، لأن أنا صاحبة تجربة في القاهرة. كلك ذا، شكرا. عصير بالفجر يرهم طبعا، أكيد حلو، أكيد طبعا. جيد، عصير ووجه لطيف وجو لطيف. شكرا، أكيد يرهم. نعم نعم ميس. فاشتغلت بمصر سنة، اتفاجأوا بالطاقة اللي عندي، فيجوني النجوم المصريين يقولوا إيه يا ميس، ده السيد راضي مبسوط منك. أدون شيء كبير، اتفاجأت بالقاهرة إن الممثلين ما يحفظون، أكو الدوبلير يمشيهم ويرسم لهم خطوط، إحنا هذا شيء ما عندنا. يعني إذا ما أحفظ الناس ما أقدر أصعد على الخشبة، وإذا ما أحفظ ما أقدر أقف أمام الكاميرا. فاندارت إيناس مكي للسيد راضي الله يرحمه، قالت له الغول الجبارة جايبها منين؟ حلو. هذا يعني ما أعكس القضية إلي أني بس، لا أكيد، لا أنتي. أعكسها لكل الفنانين العراقيين، لأنه ممكن أكون نموذج يمثل في النخبة من الجيل الشبابي بالقاهرة، حتى أقولهم أنه عندنا طاقات، عندنا فنانين يضاهون، أي يضاهين الفنانين العرب، مو فقط عندكم مثلا شريهان نيلي، لا، عندنا طاقات، بس لو خدمت هاي الطاقات بطريقة صحيحة، ولو توفرت لنا الفرصة مثل ما توفرت الفاتن حمامة، مثل ما توفرت فرصة المردة أمين، سعاد حسني، لا يشاهدون فن جميل أصيل. ورغم كل هذا الفنان العراقي إيش قد مرت فيه ويلات، حروب وحصار، حال المواطن العراقي، لكن موجود على الساحة الفنية صامد صابر رغم كل الظروف، يقولهم أنا موجود. لكن يا حلو يا غلا من حب الحب حولي السهر.
وجعك وتيقني تخليني Thank you.
كل من يهز بالكتف مثلك بشغله محترف بالوصف هيز يا القوة حفلة والجو مشتعل من رقصك يشيد الطفل بس انت وحدك بالحفل ضيق يا القوة هيز يا القوة الحفلة والجو مشتعل من رقصك يشيد الطفل بس انت وحدك فين بالظبط؟ أكون فين يعني؟ في معرض الكتاب؟ في صالة رأس؟ هايب يا صلاح بس إيه رأيك في الاقتحام ده؟ برافو إيش قنال؟ يا با صلاح حاجة؟ لا بجد متشكر أنا هاتلك صندوق هنا؟ متشكر كتير يعني أنا هناك في الترابيزة اللي جنبك ماله ده؟ لا مفيش ده عمرو جات في الذبحة من انت اكتشفت موهبتك الفنيه والله من زمان كده وانا صغيره كنت بغني في المدرسه على المسرح وكل الناس شجعوني ماجي حبيت الغنى قوي هاي. وخطوه خطوه بقيت مطربه واتمنى ان الناس تحبني يا استاذ اوصل لقلوبهم يا استاذ حضرتك طالع في الكاميرا وانا مين الحمار ده انا صلاح بصراحه الانسه ماجي
آه وشو نظرك يا قمر تحت السماء العالي. من زمايلي القدام. عارف كلهم معجبين بي. ايوه بس رأيهم جايز ما يعجبش. بيقولوا عليا ايه؟ يعني بتسخني ولا تبرديش. كل الرجالة طماعين، محدش فيهم بيكتفي بالنظرة. هي برضو النظرة بتطفي النار. انت مش خلصت العباد؟ يلا